بسم الله. دلوقتي هشوف مع بعض النوافذ او الويندو. باجي هنا بقول له ويندو، فابدا احط الشباك على طول. لو انا عايز اختار بنفسي انا بقى شباك معين، بدوس هنا مرتين او ادوس هنا تطلع لي النافذه ديت، ابدا اختار الشيء الانسب ليا. تمام، بلاقي اشكال كتيره واقدر اعدل فيها. نفس الكلام اللي احنا قلناه في الدور، يعني مثلا باجي هنا بلاقي هنا عندي العرض بتاع الشباك، الطول بتاع الشباك، المسافة بين الشباك والأرض، وهنا بلاقي استعراض لشكله لما أعمل ريندر شكله في 3D. هنا بلاقي دي المعلومات الأساسية، أقدر أغير فيها زي ما أنا عايز، أقدر أشيل زي ما أنا عايز. يعني ممكن مثلا عايز تشيل حاجة، تشيل علامة الصحة ديت، خلاص الحاجات تشيل من قلب المبنى زي الكاسنج ان ديت، الكاسنج اوت، الاوبننج. تمام، ممكن تيجي هنا وتختار تشوف انت عايز تعدل ايه بالظبط. السيل سيتنج لو انت عايز تدافع، ممكن تنقل هنا وتبدأ تشوف ايه الحاجة اللي انت عايز تتعدل فيها. وان كانت الحاجات اللي هنا ستاندرد، يعني حاجات متاخدة فعلا من الكود مثلا او متاخده من المصنع نفسه، ففي حاجه فالحاجات مظبوطه ان شاء الله. تمام، اقول له كنسل وابدا احط اي شباك انا عايزه. وفي اي وقت عايز اغير اي شباك باجي هنا واروح معلم على الشباك وادخل في الخصائص بتاعته واقول له انا مش عايز مثلا الشباك دوت، انا عايز شباك تاني وليكن مثلا دوت. تمام، لو عايز اغير العرض مثلا، لو عايز تخليه مثلا 2600، اقول له اوكي، الاقي الشباك بتاعي اتغير على طول. طيب لو انا جيت هنا في نقطة من النقط ديت، تمام، وبدأت اسحب، بتلاقي الحاجات دي. هل انت عايز تعمل موف، ولا عايز تعمل درو روتيت، ولا عايز تعمل ميرور، ولا عايز اليفيت تعدل في الاليفيت. تمام، انا هاجي هنا واغير الباب، انا غيرته مجرد ان انا مسكت وسحبت. تمام، او اجي هنا واغير الارتفاع، اكتب هنا على طول بدل ما ادخل في القائمة ديت، اقول له انا عايز مثلا العرض بتاعي يبقى 2300، الاقيها اتغيرت على طول. تمام، او ممكن في 3D اجي على الكلام ده بالنسبة للباب والشباك واي حاجة تانية. اجي اقول له انا عايز امسك، مجرد امسك اي نقطه وابدا اسحب بيظهر لي الحاجه دي. ايه الحاجه دي؟ بيقول لي انت عايز تغير في هوريزونتال ولا فيرتيكال. اقول له مثلا عايز هوريزونتال، فلاقي ان انا بغير كده، الجزء دوت ثابت والجزء ده اللي بيتحرك معايا. تمام، لا طب انا عايز افقي، تعالى نعملها وبعد كده نشوف التاني. اجي هنا اقول له لا طب انا عايز اعدل فيرتيكال، وابدا اصغر او اكبر زي ما انا عايز. اجي هنا اقول له انا عايز اعمل موف دراج في الاتجاه دوت، كده انا محدد الاتجاه بتاعي. تمام، اجي تاني اقول له لا انا عايز اعمل دراج بس ايه فوق وتحت. انا عايز اعمل ميرور، لو انا عايز اكرر الشباك نعمل له ميرور. هاجي هنا احدد النقطة اللي هعمل فيها ميرور، الاقيه عمل ميرور. اجي هنا اقول له انا عايز اعمل ميرور، فبحدد النقطه بتاعتي اللي هي بتعمل فيها ميرور. اجي هنا اقول له انا عايز مالتي بلاي. ايه مالتي بلاي؟ هيبدا يكرر لي مصفوفه. اقول له مثلا انا عايز 5 عناصر، اوكي منين اللي فين، اسحب ولا ان هو بيبدا يكررهم لي بالشكل دوت.